أهلا وسهلكم مرة ثانية. في هذا الدرس راح نبدأ نتعلم كيف نستخدم الأكتر والأوبجكتس إنهم يكونوا variables. خلينا نقول بسم الله وخلينا نبدأ على طول. أول إيش بدنا نسوي؟ بدنا ننشئ trigger شيء في العالم تبعنا زي البوكس تريجر هذا. بدنا نسوي واحد بس مش هنعمل بطريقة هاي. هنضيف عنا تريجر الملف البلو برينت. هنضيف عنا تريجر. التريجر هذا هو عبارة عن زر بنضغط عليه بيسوي أمر. فإذا أنا الآن لمست التريجر يفترض يسوي لي أمر سواء نحرك مجسم أو انتقل لمكان. فإحنا في هذا الفيديو راح نحرك المجسمات ونعمل تيليبورت، ننقل الشخصية من مكان لمكان ثاني. نبدأ أول إشي بنفتح الملف، نيجي على بلو برينت كلاس، بدنا نضيف تريجر. قبل ما أضيف تريجر خليني أشرح شغلة صغيرة. الأوبجكتس كل هاي اللي تحت اسمها أوبجكت، والأوبجكت ممكن يكون أكتر، ممكن يكون بان، كاركتر، كنترولر، ممكن يكون الأوبجكت أي شيء. الآن كمان الأكتر أو خلينا نحكي الكاركتر هو عبارة عن بان، والبان عبارة عن أكتر، والأكتر عبارة عن أوبجكت. الآن كل ما نزلت لتحت بصير عنده خواص أكثر، يعني الكاركتر تقدر تحركه، البان ممكن تسيطر عليه وممكن كمان تضيف له حركة. الآن الكاركتر قلنا بان والبان أكتر، بس مش كل أكتر بان لكن كل بان أكتر. ممتاز. خلينا نضيف الآن هنا تريجر. بدنا نضيف تريجر بوكس. اخترنا تريجر بوكس سيلكت، خلينا نسميه T1 تريجر 1. تمام. الآن نسوي كمان واحد على السريع، نستخدم اثنين T2 often trigger box select T2. ممتاز. خلينا نستخدم trigger 1. اول زر نستخدمه الزر للتحريك، والزر الثاني هنستخدمه للتليبورت. طيب الان لو انا شغلت اللعبة لاحظ في صندوق هون اخضر، لكن لو انا شغلت اللعبة الصندوق مش مبين. هو انا لو انا الان بلامسه داخل جواته لكن الصندوق مش مبين. طيب انا كيف بقدر اخليه يظهر؟ بضغط على الصندوق، باجي بالقائمة تبعيته هون، في موجود in game hidden. الآن يا بنضل أدور عليها هيك أو بكتب هون in game actor hidden in game، بعمل زي هيك أخفيت علامة الصح. أنا بس هو طبعا يفضل أن يكون مختفي لكن أنا بظهره فقط للتعليم. ممتاز. أنا منشغل لاحظ الصندوق أنا شايفه. ممتاز جدا جدا. طيب الآن سوينا الصندوق وأظهرناه حتى نشوفه. المرحلة اللي بعديها خلينا نضغط عليه دبل كليك، همسكه من هون وحطه هون تاب. بدي أفوت على الإيفنت جراف تبعه، عندي هاي الملف اللي هون بدي أستخدم النود هاي وأعمل عليها إنه بدي أعمل أكتب كود عليها. ممتاز. بلو برنت عليها. طيب إيش النود اللي أخذتها؟ إيفنت أكتور بيجين أوفرلاب، عند تلامس المجسم لما يتلامس التريجر تبعنا، لما يضغط حد يلمس الزر. طب مين يلمس الزر؟ بدنا نقول لما يلمس الشخصية تبعيتنا. طب الشخصية شو اسمها؟ اسمها بلو برينت ثيرد بيرسون كاركتر. طبعا هذا راح نتعلمه أكثر في دروس قادمة إن شاء الله، لكن الآن بدي أسوي شوية أشياء حتستفيدني إن شاء الله، ولكن التفصيل في فيديوهات ثانية. بختار كاست تو بلو برينت. أنا بدي إنه المجسم هذا كاست تو بلو برينت كاركتر ثيرد بيرسون كاركتر. هاي ممتاز، هذا اسم الشخصية تبعيتنا. بدي اوصل الادر اوبجكت مع الاوبجكت، عند تلامس المجسم مع هذا الاوبجكت، مع هذا المجسم، مع الشخصيه. ايش بدنا اياه يعمل؟ بدنا اياه يعملنا set actor location. set actor location يغير موقع المجسم، يغير موقع الاكتور. طيب مين هو الاكتور؟ ممتاز جدا. الان بدنا نعمل فاريبل جديد، هذا هو اللي بنحكي عنه. الآن إيش هو الفاريبل؟ خلينا نسميه Object Moving مثلاً، جسم يتحرك. أوكي، لأنه إحنا بنحركه. طيب شو بدنا نسميه؟ أو عفواً شو التايب تبعه؟ الآن هون إحنا تعودنا على بوليان، انتجار، عرفنا هدول. طب في غيرهم؟ نعم في غيرهم. إيش نختار؟ خلينا نختار Actor. بصير اختار Actor؟ نعم بصير تختار Actor. فبتختار Actor من هون Object Reference. ممتاز جدا. الان صار عندي actor object reference، بضغط compile save. طيب شوف هنا بحكي لك مين هو هذا الاوبجكت اللي بدك اياه، مين هو الاكتور هذا. باجي انا هون الان علشان انا اقدر اظهر هاي الخانه، بدي اظهرها في الشاشه الرئيسيه هون. بقدر افتح العين اللي هون، في عين هون مغمضه شايفين فتحتها سكرتها، هاي انا بدي اياها مفتوحه. ممتاز. لما اجي انا لهون امسح هاي، شو اسمه كان؟ moving object
نعمل له كومبايل سيف مرة ثانية. ايوه هاي ظهرت موفينج اوبجكت، ظهرت الان الموفينج اوبجكت هاي. بدنا نضغط على هاي النقطة اللي هون وبتختار المجسم بدك يطلع لفوق. فلنفترض بدي انا المجسم الازرق، المجسم الازرق هذا عليه جاذبية ارضية فراح يطلع ويرجع ينزل للخواص الفيزيائية. هذول المجسمين ما لهم، خلينا نشوف. يلا بسم الله. طيب ما صار شيء، ليش؟ خلينا نشوف عندنا هون. طيب الان احنا سوينا تصادم، المجسم ما صار له ولا شيء لانه انا ما وصلت قيمة الاوبجكت، انه هو هذا الاوبجكت اللي بدي يتحرك. ممتاز. ايش اللي صار؟ انا بس قبل ما احط هاي، انتوا لاحظتوا ايش صار؟ اختفى الصندوق، الصندوق اختفى لما لمسته، اختفى. ليش؟ الصندوق راح ورا الشاشة هون، راح في الخلف نقطة صفر صفر صفر. طب لو انا سحبت المجسم هذا حطيت جيت اوبجكت، لو حطيت انا هون راح يختفي كمان المجسم اللي راح المسه. لاحظ انا الان اخترنا الازرق اختفى، وين راح المجسم؟ راح على نقطة صفر صفر صفر. طيب انا كيف بقدر احدد موقع المجسم انه يعني يحط لي اياه نفسه هو في مكانه لفوق؟ تعلمنا في الدرس الماضي عن اللوكيشن. خلني نجي احنا الان نعمل هون get actor location. ممتاز. الان بدي كمان اعمل عملية اضافة، ازيد على القيمة تبقيت موقعه. انا بدي شيء يروح على الصفر صفر صفر، الصفر صفر صفر هي هون تقريبا، هون برا. فانا كان قبل شوي لما كنت المس هاي كان المجسم يروح في المنطقه هاي. يعني خلينا ناخذ مره ثانيه تجربه، انا المس هاد، اسوي ستارت، اخذ المس، اوكي. الان بدي اجي انا اعمل اجكت، طلع المجسم من راح. ليش؟ لانه هو انتقل من النقطه اللي كان فيها لا صفر 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 اللي احنا كاتبينها هون. الان انا بدي اياه نفسه، المجسم نفسه اللي هو انا اخترته الان هاد، بدي اياه، بدي احدد موقعه الحالي وازيد على موقع الحالي. خلينا نقول 150 في الزد، يعني يتحرك في الزد في الشكل العمودي. الان خلينا نشوف الان ايش راح يصير معنا. لاحظ اتغير مكانه لانه احنا حددنا موقعه الاولي وبعدين قلنا اطلع لفوق 150 سنتي. طيب خليني اعطيه كمان مره، فالان طلع كمان 150. كل مره بلمس المجسم بيطلع 150 لفوق. ممتاز جدا جدا جدا. ولو انا رجعت وحطيت على المجسم الازرق، خلينا نسوي بلاي، لاحظ المجسم الازرق بيطلع لفوق قاعد، لكن عنده جاذبيه ارضيه، بضل ايش يعمل؟ يرجع ينزل تحت. ممتاز. طيب الان بدي اضيف كمان حركه، نفس الاشي نفس الكود اللي كتبناه ولكن بطريقه شوي مختلفه. ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل نفس الكود هذا كله، هذا نفسه، بضغط كنترول دي، اخذت نسخه عنه. ممتاز. لكن ناقص 150. بس انا الان في البدايه قلنا event actor begin overlap، بدي end overlap، ينتهي التلامس. يعني بدي المجسم هذا لما تيجي الشخصيه تبعيتنا تلامس، الان سوينا الكود الاول، بدي لما يترك التلامس يتوقف التلامس، ايش بعمل؟ event actor end overlap. ممتاز. خلينا نوصل هاي هون، نوصل هاي هون. الان لاحظ الان احنا في البدايه الاولى كنا نزيده 150، المرحله الثانيه بنقصه 150 فيفترض يرجع مكانه. خلينا نشوف. لا خلينا نغير المجسم كمان الازرق، لانه الازرق بنزل فما راح يصير تحت الارض. خلينا نختار هذا المجسم، نجرب الان، طلع. الان انا جوا الاخضر، ابعد برجع تحت، برجع ادخل، برجع اطلع، برجع اترك، كل الامرين بيشتغلوا قاعدين. كل ما يبدا التلامس بيطلع بيتحرك 150، بينتهي التلامس بيتحرك 150 بالسالب. فهاي اول نقطة تعلمناها. الان بالنسبة للازرق، لو انا كنت مختار الازرق، الازرق كمان راح يطلع وينزل، لكن في مشكلة، الازرق برجع على الارض، فلما ابعد انا راح يخترق الارض وينزل تحت الارض، صار تحت، اخترق الارض وصار يوقع، استمر في الوقوع. ممتاز. طيب الان اتعلمنا احنا كيف نحرك مجسم لفوق وتحت، نغير اللوكيشن تبعه، وتعلمنا كمان كيف نختار الاوب الفاريبل يكون اكتور. هذا كان أهم الهدف الرئيسي من هذا الدرس، كيف نجيب أكتر وفي نفس الوقت نحدده من العالم هون لما أطلعه أنا بالطريقة هاي. ممتاز. طيب الآن بدنا نتعلم كمان شغلة إضافية، بدنا نجيب التريجر فوليوم الثاني. بدنا هذا التريجر فوليوم إن جيم بدنا نظهره جوا العالم،
ممتاز. انا ايش بدي اعمل في هذا التريجر، تريجر بوكس عفوا، بدي هات التريجر فوك بوكس ينقلني في مكان في العالم هون، خلينا نقول ينقلني لهون. تعال نشوف، او بدي اجيب هذا الصندوق، خليني انقل هذه المنطقه، بدي ينقلني لهذه النقطه. ليش انا حطيت الصندوق؟ بدي احدد العنوان في هاي النقطه بطريقه سهله جدا. الان بضغط على هاي، هذا العنوان اللي بدنا نروح عليه اللي هو عنوان الصندوق هذا، نعمل تليبورت لهذه النقطه. طيب خلينا اول شيء نفتح تريجر بون تريجر بوكس 2، نفوت على الايفنت جراف عند الاوفراب عند التلامس، بدنا نعمل كمان كاست 2 عند التلامس مع مين؟ مع بلو برينت اندرسكور، مع الشخصيه تبعتنا، عند التلامس مع الشخصيه، هذا الاذر اكتور، هذه الشخصيه بده يتلامس معها. طيب عند التلامس مع الشخصيه هذا مع الاوبجكت هاد، شو بدك تعمل؟ بدي كمان سيت اكتور لوكيشن. ممتاز. طيب مين هو الشخصية؟ هاي الشخصية. بيرفكت. انا شوف انا اخذت الشخصية نفسها قلت له هاي هي الشخصية. في المرة الاولى كنا جايبين الاوبجكت موفينج اللي هو المجسم اللي بيتحرك ونقول له انقل هذا الاوبجكت. الان انا بدي ينقل الشخصية نفسها. ممتاز. طب وين الموقع الجديد؟ خلينا ننسخ الموقع الجديد. الموقع تبع الصندوق هذا هو 2180 في الاكس، في الواي 2770، في الزد 300، ومش عارف فراطة. ممتاز. الان حطينا القيم الثلاثة، خلينا ننقل الان الصندوق من مكانه هذا بعده. ممتاز. نسوي ستارت. لو انا لمست هاي تطلع لفوق تركها تنزل. طب انا لمست هاد نقلني على المنطقة الثانية. الان انا تعلمت كيف اعمل تليبورت، وتعلمت كمان كيف احرك المجسمات من مكانها وارجعها. فكان هذا الدرس بهذه الطريقة. طبعا خليني اضيف شغلة اضافية، يعني احنا تعلمنا عن الاوبجكت والاكتور انه هو اوبجكت. طيب خلينا نضيف معلومة مهمة. الان لو جبت انا الاكتور هاد وحطيته ست، طيب هل بامكاني اوصل اذر اكتور مع الاوبجكت هاد؟ نعم بامكاني، بامكاني اوصل، ما عنديش اي مشكلة. طيب لو انا ضفت هون واحد، خلينا نسمي واحد اي اشي، ونختار كيوب مثلا اللي هو المجسم تبعنا. لاحظ انا حددته كيوب. طيب خلينا نسوي تجربة ست، هل بامكاني اوصله؟ ما بقدر اوصله. ليش؟ لاني انا محدد انه نوعه كيوب، نوعه مكعب. انا في المرحلة الاولى، المرة الاولى كان اكتور عادي جدا فبقدر اوصله، لكن لانه كل اكتور هو اكتور نفسه، يعني هذا اكتور وهذا اكتور، ولكن مش كل كيوب اكتور. بامكاني كمان اضيف هون، خلينا نسميها اثنين، اختار كاركتر، بدي اختار شخصية يكون عبارة عن اوبجكت. حلو، بدي يكون عبارة عن فاريبل، فجبت شخصية الان انا. طب لو جبت الشخصية انا سيت، جيت اوصلها مع الاكتور ما راح يقبل، مع الكيوب ما راح يقبل، لكن مع الاكتور نفسه. عفوا، لاحظ هون اكتور هون كيوب، فانا بقدر اوصل مع الاكتور، مع الاكتور مع اكتور. طيب الان لاحظ كمان، الان هذا عباره عن ايش؟ حطينا رقم 2 كاركتر، خمسة ايه تسميته لا كاركتر. الكاركتر هذا انا مش قادر اوصل عليه، لكن ان هذه الشخصيه عندي هون كاركتر، بقدر اوصل كاركتر لكاركتر، بقدر، فالامور تمام. طب لا كيوب ما بقدر. ليش؟ لانه هذا كيو، هذا كاركتر وهذا كاركتر، هذا كيوب. لا الكيوب ممكن توصل مع كيوب، لان لو وصلت انا هاي مع هاي كمان ما بقدر، لانه هذا كمان اكتور. القصد من كل الوصف اللي انا صار لي ساعه بشرح فيه انه انت بتقدر توصل المجسمات مع اللي تحتها او مع نفسها، ما بتقدر توصل يعني كاركتر مع كاركتر، قلنا بتقدر لانه نفسه، كاركتر مع اوبجكت تقدر، لكن اوبجكت مع كاركتر مع كاركتر ما بتقدر، بالعكس ما بتقدر. فهي الطريقه هي لازم تعرفها، انك انت كيف تتنقل الاوامر من الشيء العالي للواطي، او عفوا من الواطي للعالي. ليش؟ لانه الواطي يمتلك كل صفات العالي، لكن العكس غير صحيح، من الواطي للعالي. ممتاز، هيك بكون انتهى هذا الدرس. تعلمنا فيه كيف نستخدم الفاريبلز عندنا هون، وتعلمنا كمان كيف نضيف المجسمات ونحركها من مكانها، وكيف نعمل تيليبورت. يلا في امان الله بشوفك درسي بعده، مع السلامه.